وطني هذا هو، هذا هو وطني، هذا هو. ما أنت وعلى بترستين، ما أنت وعلى سهتة وعاتهين. بعد سنة نعيني ما أنت برية وستيت يبرق سبحان ما أين سهون ما عندنا لا من أفرت هذا المقالة نحمر تأي وضعها مقالة لا بريت هو حي نوبل لنا هل كان وطنه وين أفرت هذا أبيب حسن الله بمرتين تود حيسا وطلع سين استعلنا إن بريت هلا أي تهاي مالين تاني أي نسوق صوب حني جودهان قبل كنا قبل هذا أي تهاي لحد دقمو كلابي ريا تولوين كه إنه وده بالدة كنا حس بيجينا كل مية ما أنت بريا يكون بيجن تهاي ما أنت ولا حس بيجت ترى ذلك أي كل مية أي مقالة قبل يا عاصمة قبل كه عاوة حسقو صوب هاي ما تاجر يلا أولا عاوة عنك سيحان دبال ديقا ما ننتا حسب قطرة دالكا يكل ميه سيدو كلاهي قدري كان بينكا يماير كمقالة قبلة يا حالكا كتري عفدرا حسب يكل ميه كل يهي قبل كقبلة سيدو كلاهي قدري كان بينكا يماير كمقالة قبلة يا فقراء خيري دا كلاهاد لي بوشيدا رير قبلة يقول شيقي إن ما ننتا بالريا بس قوصو بيحي دونو ودادا وين يهل بولها أفر تهات المقالة قبلة يا عاصمة قبل كا سيدي دي بركة صباح نمو halkaas ayaa bulshada reer gibraal isku yimaan doonaan maalinta bari afarta xaafadood ee magaalada gibraal iyo taageerayaashu xisbi kulmiyeen isku yimaan doonaan bari gibraal waa maalin weyn waa maalin ciida waana maalay ay isku kari laayeen ilaa caawar waxa socda baaldegira iyo taageerada xisbiga tarada dalka ayaa kulmiyeen iyo siri musabbihi abdi markana loo soo saari lahaa bari toole magaalada reer gibraal oo ay noo kala xidhan tahay waxaynu ku dabaaldegaynaa bari toole wadada weyn ee afarta hada أدي الله إلى إن الله سمع سنة بريء إن خد بالته لنا وطلع وطلع سين خد بالته لنا كأديت كوي إن رح لي هاي ما رح دي باي إن رح شوفتا بريت هو هاي نوبل لنا هل كان وطلع وين أفرت هذا أبي حسن الله بمرتين تود حيسا وطلع سين استعلنا كرنا عوا وابن كني عدا وهاي نسوقنا هذا نقول كي جميل إن هاي دمان إن إنه عرور تصير قرح بدن سكمه جنو oo aynu wadarihii aynu dhigi jirnay maalinta kulmiye aynu dhigno hadii aan la yiraa sidaas aynu soo ognahay shucuurtii aad kicin jirteen iyo dabaaldegeenni qaaliga ahaa baa laydinku ogyahay wadani hadaho hadaho wadani hadaho ismaaciil suga hadaho waxaynu maanta farriin xaggan ka diraynaa berri toole waa maalintii 28-ka oktoobar استغلال اتاك اكتوبر محالي نغر روا محالي نغر روا انا نسموك نسو ماها انا نقرن نسو ماها انا هو انت كبر نسو ماها هو انت ميان رونا هذا هو انت وحن اذي لا يا هاي وحن آل ياد ما انت اذي كو فرح سنة هاي وفرح هاي لقى يسنة يا لما شعوبتا قبل كقبلي كارهان مجانا كقبلي قبلي وماشا عراته وين لقوه اي هو عراته وقبته اي عسكي الدولة سينا يريسو مين يلا اغلينا ما انت وعلى بترستين ما انت وعد شهتا وعاتهين ما انت وعد ترتفين باغاد وقالية قول باني دي رجعين اياه بري محاينا بغانا بري محاينا بغانا كل مية أقوى لايستو ملح وينين موسى بيه عبد الهلدين أقوى لايستو نعم كو دربية لها تيران هو أنتو دربية لها تيران كل بين رجعيننا وعاني دي لايني وإيني شاقيا وحينا بلا نعطك موسى بيه عبد الهلدين كل مية أقوى لايستو موسى بيحين أقوى لايستو هو أنتو حد أحضر ولا ليال وحينا كلا دورنا بين يرهم بين كلا دورنا قيرة يا قبيلة دورن بين إن شاء الله تعالى سو ديارو متيدين على إنسان حسبك بري طالة بري طالة وحي ما أنت ما هالك هذا عي بري طالة وين بين نقطة رون توين الصباح ذا بعد سنة نعيني ما أنت برية أستاذ يا برك الصباح نما أين سهون ما عندنا لا من أفرت هذا المقالة نحمر تا وضعها مقالة لا وحنوبة هنا هنا الحدود دي أنها تهاجر موجنا ما دام ينو ديار قروم أن دور شدي محتوي ذا يا دور شدي حزبي ذا وأن كل صار صار أنا مشرحين ده حزبي كلية مشرح أحمد حوينها يا مشرح أحمد حوينه كفجان كا يا حزبي كلية أو أنه وعضينا نو دور شدي حزبي ذا هذه أدب ما سنتين
runtii waan idinka mahadcelinaynaa taageerayaasha runtii halka adag ee xisbiga kulmiye haddii gibile joogaan iyo haddii wajaale joogaan iyo haddii arabsiya joogaan iyo haddii agabar joogaan iyo haddii geedbalaar joogaan iyo haddii allabeed joogaan iyo haddii kalabeed joogaanba iyo deegaanada kale gobolka anagoo runtii aad iyo aad igu mahadnaqana sharaf iyo karaamo idii hayna berrito walaal waxaan u baahanahay isu soo baxaasi inaan si weyn oo mugle oo miisaan leh oo sharaf leh oo karaamo leh oo cududii iyo taageeradii laydinku yaqaanay aynu muujino aad iyo aad baad u mahadsantihiin taageerayaasha xisbiga kulmiye ee gobollada kale ee dalka joogana aad iyo aad baan u salaamayaa musharaxiinta xisbiga kulmiye guul baan u rajaynayaa waa inoo aroorta haddii ilaahay idhaahdo dhallinyarada iyo haweenka iyo haldoorka iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshadana si milgale oo maamuus leh oo sharaf leh oo karaamo leh ayaan uga rajaynaynaa insha allah inay dhammaan xafiisyada degmada iyo magaalooyinka inooga furan cududooda taageera ay ku soo muujin doonaan oo isu soo baxaa si aad wuxuun baan doonannaa inaanu idiin mahad celinno waxaanu rabnaa inaynu isgaadhsiinno oo aynu isu sheegno inay berri toole ay tahay maalinteennii aynu isugu soo baxannay guud ahaan gobolkeenna gabile hadday tahay lixda degmo kala bayr iyo tuulooyinka inagoo u dabaaldegana xisbigeenna kulmiye inaynu siddeedda iyo barhka subaxnimo isugu nimaadno laamida sare oo aynu ka soo dhaqaaqi doonno waxaanu idinku gobaabinaynaa in qof kasta oo reer gabile iyo berri toole diyaar garoobo inaana cidna guryaha ku hadhin inay ciiddu dhaqaaqdo inaynu u hiilinno qarankeenna inaynu u hiilinno dalkeenna inaynu u hiilinno dadkeenna inaynu u hiilinno mustaqbalkeenna inaynu garab istaagno madaxweyneheenna sharafta badan ee Muuse Biixi Cabdi shalay noo soo halgamay maantana qarankan iyo xaqiijintiisii u xuso la duuban aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxay noo ballana inaynu aroortay sunnimaadna haddii alla yidhaahdo oo sidii laynagu yaqaanay ciiddu dhaqaaqdo soo sidaa ma aha ciidda waa inaynu dhaqaajinno taageerayaasha xamaasadda badan ee kulmiye berri toole saasaa inoo ballana la seexan maayo aad iyo aad baad u mahadsantihiin ballanteennu waa sidaa waxaan ku soo dhoweynayaa guddoomiye ku-xigeenka gobolka oo inoo soo gunaanada hadalka aad iyo aad baad u mahadsantihiin gebile waxaan ku codsanaynaa fariintan dirayna waxa weeye horta waad mahadsantihiin waxaa la doonayaa inaynu fariin dirno fariintaasi laba arrimood bay daaran tahay ta koowaad waxa weeye cadowga soomaalilan inay ka nixiso ta labaadna waxa weeye xisbiyadayna dhex ordaya ee calanka cas iyo ka kalaba inaynu fariin u dirnay inaanay halkan waxba aanay taageerayaal ku haysan shacabka reer gobiley shacabka gobolka gabiley ee gobtaa waxaa looga fadhiyaa inay u hiiliyaan halgamayaashii qarankan soo halgamay oo aynu codkeenna iyo cududeenna iyo xooggeennaba siday shalay inoogu soo hiiliyeen inaanu ugu hiilino eesanam ha noolaato shacabka soomaalilan ha noolaado waayo la xaajiyay telefishinka qaranka gabiley.